لكن بعيدة بعيدة ببضع سنتيمترات، نقول بمتر واكثر. راح عبد النور، راح بالخير، يرفع راسه بالخير، راح يحاول يراوغ طبعا، ينتظر. اي 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 اي، هل في وضعية تسلل؟ هل في وضعية تسلل؟ لا. واش ضيع؟ يبقى يواصل ويضيع. با 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 با، واش ضيع عبد الحفيظ؟ حارس بن شلف هاو بورديم، شفنا العودة تاع عبد الحفيظ طبعا. رغم ذلك شوف لو رفع راسه كان ممكن يلعبها الجهة الأخرى يعني. مراوغة أولى ثم ثانية لفارس العقونة، يا ممتازة. واش ضيعت يا بو سالم يا مروان على الطائر. ها بورديم، هاي التصويبة، هاي التصويبة ممتازة. اسمعني يا عبد الرحمن بورديم، كان يده خلفه، كانت يده من حسن الحظ المولود. فارس عقون بالقدم اليسرى ممتازة. بابا 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 با، اختر فرصة، اختر فرصة راسية ممتازة، وكان من كان رائع جدا. عدة أسابيع المولودية فازت فقط على آخر فوز كان على حساب وفاق سطيف بهدف مقابل صفر. منذ ذلك الحين في مرواني في وسط الدفاع، إسلاع التصويب، با 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 با، التصويب من بعيد كانت رائعة جدا. واو ناجي، واو ناجي، راح ناجي، راح ناجي، وجري وجري ناجي. أوه يضيع ناجي، تعب ناجي. واحد اثنين نخرج منطقة العمليات، ربما با 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 با، واش ضيع؟ واش ضيعت؟ ماذا ضيعت؟ شوف ما رفعش راسه يعني تماما، ضربها وفقط. ونهاية إذن هذه المباراة، المواجهة بين